طبعاً هذه الخلية فيها ملكة، حطيت فيها بروزين ما كان فيه ملكة، ونبغى نشوف التطور. طبعاً هذه البروزين بأخذها من خلية ما فيها ملكة، وطبعاً هنا في ملكة. طبعاً خليت البراويز برا على أساس إن النحل اللي هنا ينجذب للملكة ويدخل داخل، ما يصير في اكتتاب. والحمد لله طبعاً انضم النحل وكل شيء تمام الحمد لله. طبعاً هذا البراويز مرة ناشف. طبعا نبي نشوف الوضع ايش اللي صار في الملكة. الملكة تلقحت، نزلت بيض ولا بيض؟ طبعا هذه الملكة طبعا الملكة عندها مشكلة في الرجول، رجلها مكسورة. بس الملكة تلقحت، حتى المؤخرة واضحة البيض. الحمد لله على كل حال، هذا ما عندي وما عند الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.